الجندر ممكن يكون من أكثر أسامي الرجال يلي ممكن نصادفهم بلغات عديدة وبعدد كبير من بلدان العالم، من أمريكا لفرنسا لليونان وروسيا والدول العربية. كل هالدول والبلدان بتسمي صبيانا باسم اسكندر، بس كل واحد على طريقته وعلى هجته. اسم ألكسندر هو من أصول يونانية وبيعني البطل القوي يلي بيدافع عن الناس بيحصلن حقوقهم، وانشهر بالتاريخ القائد اليوناني العظيم الإسكندر المقدوني الكبير ابن فيليبوس المقدوني. أما العرب فحذفوا آل التعريف فصار الاسم اسكندر، ومن هون نوصل لنخبركن عن أصل وفصل عائلة اسكندر. للأسف تاريخ منه كتير غني بالمعلومات حول عائلة اسكندر بلبنان مثل ما هو غني بالمعلومات والتفاصيل حول اسم اسكندر. كل يلي منقدر نقلكن ياه حول عائلة اسكندر بلبنان، أنا موجودة بشكل أساسي بمنطقة المحيط القريبة من بكفية، وبتربطن قرابة مع عائلة الشايل. وكمان بيخبروا بعض الباحثين بالأنساب ووصول العيال أنه عائلة اسكندر بالمحيطسة أصلا من عائلة أبي عزيز وهي فرع منه. كمان منلاقي عائلة اسكندر بكفرحاتها بالكورة وبشكل كتير واسع بمنطقة أهدن صغرتا، وأيضا بمدينة زحلة وبكتير مناطق غيرها. بالنهاية عائلة اسكندر موجودة كمان بمصر وبشكل كبير وواسع باليمن، فقبيلة آل اسكندر باليمن معروفة جداً لكونها من أكبر قبائل اليمن من ناحية عدد السكان، وأيضاً لناحية العيل والقبائل الثانية المتفرعة منه. إذا بدك تعرف أكثر عن أصلك وفصلك انطرني بكرة. باي باي. Oh,